عن تطوير نظام تداول القطن فأكيد المحارج الخاصة هيكون ليها دور مهم جدا، لو حضرتك تكلمنا عن هذا الدور. شوف حضرتك، المحارج طبعا احنا عندنا 25 محلج تابعين لقطاع الأعمال العام، وفي حوالي 15 محلج تابعين للقطاع الخاص. محارج القطاع العام كلها إن شاء الله احنا في داخلين في خطة تطوير، تم الانتهاء من تطوير محلج الفيوم الموسم السابق، واستلم الأقطان اللي هي اللي تم المزاد عليها السنة اللي فاتت. السنة دي في ثلاث محارج آخرين هيكونوا إن شاء الله في شهر 10 في نهاية أكتوبر القادم هنفتحهم، اللي هو في الزقازيق في الشرقية، وكفر الدوار في البحيرة، وفي كفر الزيات في محافظة الغربية. الثلاثة دول برضو مطورين، وهنستكمل ثلاثة آخرين الموسم اللي بعديه. ده بالنسبة للقطاع العام، وهنكتفي بكده 7 محالج من 25 محلج. طبعا طاقتهم هتبقى أعلى بكتير من ال 25 محلج. ثانيا، تكنولوجيا جديدة جدا بتحافظ على القطن المصري وبتمنع التلوث، يعني بحيث ان احنا نقدر نقول بصراحة بان القطن اصبح خالي تماما من التلوث، عشان نقدر نبيعه سواء في السوق العالمي او السوق المحلي. قطن خالي بقيمته الحقيقية اللي احنا يعني عهدناها في القطن المصري زمان.